تستمد الهيئة العربية للمسرح أهميتها للمسرح العربي كونها مؤسسة مستقلة أو هيئة مستقلة. صحيح أن صاحب فكرة تأسيسها وراعيها ورئيسها الأعلى هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة، لكنه أعطاها كامل الحرية في العمل تحت شعار واضح وهو مسرح عربي جديد ومتجدد. طبعا تحت هذا الشعار يمكن أن تقوم الهيئة بنشاطات مختلفة ومتنوعة، من خلالها يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ لسبب بسيط وهو أن من لا يعمل لا يخطئ. الميزة الثانية المتوفرة في الهيئة هو أن جميع العاملين فيها والقائمين عليها هم من المسرحيين، أي هم من أصحاب الدار وأهل الدار وعليهم الاهتمام بهذا الدار. لذلك تتنوع نشاطاتها ضمن مجال المسرح فقط، وهذه النشاطات تدور في مجالين، المجال الفكري والمجال التطبيقي، وهي بالتالي خصصت عدة مشاريع تدعمها ماديا ومعنويا، ومنها مهرجان المسرح العربي. لكن بالإضافة لهذا المهرجان المهم، هناك مسابقات تأليف، هناك اهتمام بالبحث الفكري، كذلك هناك اهتمام بنشاطات أخرى تقوم في البلدان لا تكون فكرتها أصلا منطلقة من الهيئة. قد تخطئ وتصيب في اختيار المشاريع أيضا، ولكن لابد من العمل بدل الركون إلى هذا الهدوء المستفيض في التفكير حول هذا العمل أو ماذا. المهم عند الهيئة هو الحركة، أن تقوم هذه الحركة. طبعا لابد أيضا نشير إلى أن المجالات المسرحية خارج حقل العروض هي أيضا مهمة جدا في الهيئة، ومنها مشروع المسرح البدرسي الذي يضع المسرح في يوميات المواطن من خلال جعله مادة مدرسية يومية يقوم بها الطالب في المدرسة، وهي ذات أهداف تربوية تذهب نحو تأصيل شخصية المتعلم في كل المراحل التعليمية. وهذا فهم للمسرح كوظيفة في المجتمع متقدمة جدا، ليس فقط في البلاد العربية بل في العالم أيضا. أعتقد أنه علينا أن نحب الهيئة العربية للمسرح كما تحبنا هي، أي بعفوية ودون التفكير فيما يمكن أن نستفيد منها ماديا فقط. علينا أن نستفيد، أن نعرف كيف نستفيد منها معنويا أيضا. فائق حميسي، مسرحي اللبناني، عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح.